تريد الله، تريد الجنة، تريد الرزق، تريد السعادة، تريد الثبات، أقبل على الله. قال لو يعلم الملوك والسلاطين ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف، يعني يقاتلونا. لماذا؟ من السعيد؟ التقي هو السعيد. أما هذا ليس بسعيد. إذا ماذا تريد إذن؟ السعادة في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني لديه طائرات وعقارات وسيارات، هذا ليس الغنى. قال الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها.